يقول السائل: هل يجوز لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هل يجوز إعطاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة؟ وهل يدخل في ذلك شربهم من المياه التي توزع في المساجد وجلوسهم على الكراسي التي في المساجد إلى غير ذلك؟ يعني ينفون من المسجد الحرام ومن الكراسي؟ من يقول هذا؟ ما يعطون الزكاة، تحرم عليهم الزكاة. أما أنهم يأكلون مع الناس بالضيافة ويشربون من الماء، ما في مانع هذا. نعم.